علي عزت بيجوفيتش لما كان رئيس للبلاد دخل المسجد علشان يصلي، أفسحوا له الصفوف ليتقدم، قال لهم هكذا تصنعون طواغيتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. هل العالم بيحكم مجموعة من المرضى النفسيين، مجموعة من المجانين؟ كتاب مهم لسمر سيد عن دار الرواق للنشر اسمه كيف حكم المرضى النفسيون العالم. الحقيقة كيف يحكم المرضى النفسيون العالم؟ الأزمة الحقيقية اللي بنواجهها هي المرضى النفسيون الموجودين. الكتاب بيتكلم عن 14 مرض نفسي وبيشرح أسبابهم وعلاجهم والطرق بتاعة العلاج، وبيستدل على كل مرض بحاكم بيعاني من المرض ده. هنعرض لبعض الحاجات دي. انا عايز بس اوضح حاجه مهمه، انه الامراض النفسيه مش مقصوده على الرؤساء اطلاقا، يعني حوالينا ممكن يبقى في ناس في بيوتنا، يعني في كل مكان ممكن يبقى في ناس مجانين او عرضه للمرض النفسي، وان احنا لا نلوم على اصحاب المرض النفسي، لكنهم خارج ذلك. هم الحكام اذا كان هو مصاب بمرض نفسي ولا عزاج ده طبيعي، لكن يبقى الشخص في منصب يسمح له يتحكم في مصادر البشر وفي دوله وفي قرارات، فالأمر يحتاج لوقفة ويحتاج إلى دراسة. الكتاب بيتكون من 14 فصل في مراجع موثوق فيها، زي عقلاء المجانين تأليف أبي القاسم الحسن بن محمد بن حبيب، زي هتلر في الميزان كتاب عباس العقاد، زي الكتاب الأخضر بتاع القذافي، زي كتاب تاريخ حضارات العالم بتاع شارلس نيوس، زي كفاح الأودن في هتلر وغيرهم. كيف تصنع مستبد؟ الكاتبة سمر سيد في الكتاب بتقول ان طواغيت العالم اللي حكموا الشعوب بامراضهم وعلتهم النفسيه متشابهون في كل شيء تقريبا، فهم رمز للفساد والاعتلال النفسي بيبثوه في جميع الاجهزه بتاعه النظام، ومش شايفين غير نفسهم، ما بيسمعوش كلام حد غير نفسهم، ما بيسمعوش غير صوت شهواتهم الشاذه، ويلهثون وراء مطامعهم. وبتتساءل الكاتبه ايهم اشد شرا، الشياطين ولا المستبدون؟ الشياطين ام المستبدون؟ بتجيب بلا تردد ان المستبدين اخطر شرا على الاطلاق. تخيل كده ان الشيطان نفسه لم ينازع الخالق في عظمته سبحانه وتعالى، المستبد يهم غروره بذلك. الطاغيه شخص مغرور ينفرد برايه، يتخذ صفه القدسيه يشارك الله بها، فهو شايف انه شخصيه مميزه مطلقه، انه ما حصلش، شايف انه الله بيكلمه، انه بيقول له بيخاطبه يا رب، ورب قال لي، ورب اداني، ورب اعطاني، ولو حصل كده. هكذا الطاغيه يتوهم ان هو ربنا مع بعض، دول صحاب قاعدين على القهوه بيتكلموا مع بعض، وهذه كارثه الطغاه الحقيقه. في طبائع وسمات مشتركة عند جميع الطغاة طبعا مهما اختلف الزمان والمكان، بعض سمات مختلفة لا يختلف عليها العقلاء. طبائع المستبد لا تتسع لأي خلاف من أي نوع، لا يستمع لغيره، وشايف دايما أنه على حق وعلى صواب. غالبا طغيب أسيكوباتي بيميل للسادية، اضطراب مشترك بين المستبدين، أو الميجالوماتيا اللي هي كلمة إغريقية على جنون العظمة أو القوة المفرطة. جنون العظمة من أكثر الاضطرابات شيوعا، البارانويا متلازمة الشك والارتياب تعني تفكير المريض الدائم انه مضطهد. الكاتبه سوا سيد تتكلم عن هتلر انه كان مصاب باضطراب او عقده نقص او شعور بالدونيه، من اقواله اذا هاجمتني سارفع لك قبعه احتراما لشجاعتك، ولكن تاكد انني ساضعها فوق قبرك. من كلماته ايضا على يشنقهم جميعا كما فعل ستالين مع جنرالاته. اذا كنا عايزين نتعمق في شخصيه هتلر عليك ان تنحي المنطق جانبا وترفع سقف التوقعات قدر المستطاع. بكل الأحوال الاستبداد هتلاقيها منطبقة عليه. هتلر تولد في 20 إبريل سنة 1889 في قرية ريفية في النمسا، وعاش طفولة مضطربة، هي الوصف الطبيعي يعني. كان أبوه بيضربه دايما بعنف وقسوة، وحكى مرة هو لأحد المساعدين أو السكرتيرية بتاعته أن اتخذ قرار بعدم البكاء، واكتفى أن الضربات تنهال عليه من أبوه، فكانت 32 ضربة على مؤخرته. ضربوا 32 ضربة فقال لك انا مش هبكي انا قاعد. كان هتلر بيعاني من عقد دونية، شعور مرضي بيصيب صاحبه بقلق وتوتر مستمر. يمكن ان احنا نصنف هتلر انه شخصية العقل المدبر او المخطط البارع اللي بيتوقع الكمال في نفسه. كان هتلر لديه كم ضخم العدوانية والغضب الشديد تجاه الآخرين، وكان الحقيقة كتلة كبيرة جدا من المتناقضات، متناقضات طول الوقت موجودة عنده. كان دايما شوف الإشارة اللي هو رفع فيها هنا ايده، سلوك الإجرامي، العواقب السلبية، عنده سلوك إجرامي، سلوك مميز لاضطراب الشخصية المعادية للمجتمع.
زي إيرين شارون، يعني هو أسد الرب العبرية، اتولد بقرية زراعية في كفر الملاك سنة 1928، وعاش طفولة داخل منزل صغير يهوى التعذيب وإلحاق الأذى بالآخرين. حتى لما كانت تخيل الفئران لما كانت تخرج من الجحر بتاعها، كان بيجيب القطط تلاحق الفئران دي وتجري وراها، ده مش هتلر طبعا، ده شارون، وتجري ورا الفئران دي، القطط تمسكها وهو يموتها. قام بمجزرة بشعة في اللد سنة 48. اضطراب الشخصية النرجسية عند هتلر أو عند شارون بيتضخم بأهميته وبشعور الشخص بمكانته، وبتبقى عنده حاجة ماسة انه يبقى موضع اهتمام وإعجاب الجميع، زي الطفل الوحداني المدلل المدلع. كلم برضو سمر سيد عن السيكوباتية اللي موجودة عند معمر القذافي. معمر القذافي كمان شخصية سيكوباتية، والشخص السيكوباتي يعني في تحاليل كتيرة من فرويد لحد النهاردة في علم النفس، انك بتكلم عن شخص سيكوباتي يعني شخص عنده مرض عقلي، بيتصرف هذا الشخص بطيش باستعلاء، بيستخدم ذكائه في التأثير في الآخرين، بيقعد يتلاعب بعقولهم لدرجة انه هو يستلبهم فكريا، ياخد عقلك كده وبيتكلم انت مش دريان، وبيتلذذ بإلحاق الأذى بمنهم في محيطه، وهو عذب الكلام، أستاذ في الكذب، يتقن الكذب، لا يفي بوعوده أبدا رغم إظهار شهامته. ولما تتأمل تصرفاته لمدة كافية وتربطها كلها ببعضها وتحللها، تدرك أنك أمام شخص مخادع كاذب زي ستالين في الاتحاد السوفيتي. أقوال معمر القذافي مثلا: أنا زعيم دولي، أنا حكيم العرب، أنتوا مين؟ أنا ملك ملوك أفريقيا، أنا إمام المسلمين، أنا وضع الدولي يسمح لي أني مش أنزل لمستوى أدنى، من يجرؤ أن يقف في وجهي مش هنزله، أنا الموت، أنا سيد الصحراء ولم تهزمني الأفاعي. القذافي اللي حكم 40 سنة ليبيا وأكسبته الثورة والثروة والنفط والاستبداد، والناس اللي حواليه اللي هيقولوا الاستبداد والخلل في المنظومة الفكرية والعديد من الأمراض النفسية كلها انطبقت عليه. صفات شخصية سيكوباتية: شخصية هستيرية، لغة جسده، إيماءاته، حركاته، لبسه ولفه بتاع الفلكلور اللي هو بيلبسه، العديد من الأمراض دي. نماذج تبين لماذا يخضع الحكام دائما لكشف نفسي كل فترة. هل هم شايفين نفسهم ما يرضوش يكشفوا على نفسهم، يقدموا اول ما يترشحوا يقدموا كشف اسمه ايه اللي هو كشف بامواله او بالفلوس اللي عنده، ومع ذلك ما يكشفش على نفسه كل فتره. هو شايف نفسه عقل نابغه، عقل فذ، عقل لا يعرف الاعتلال النفسي. كيف تصبح طاغيه بالانجليزيه؟ يعني هاو تو بيكام اتيرنت، ده سلسله وثائقيه من نتفليكس هنتقل ليها غير الكتاب. والحقيقه ان الفكره دي نتفليكس عامله 6 حلقات عن الطاغيه، وجاي بقى اساتذه علم نفس، اساتذه علوم سياسيه، اساتذه علم اجتماع، بيهيئوا ازاي انت تكون طاغيه، ازاي تبقى لك تاثير الطاغيه، كيف تكون دكتاتورا. وجايب سته من الحكماء المستبدين او الدكتاتوريين، جاب القذافي، مش متذكر جاب، بس جايب عيدي امين، جايب صدام حسين، جايب مؤسس كوريا الشماليه، جايب مجموعه، وهتلاقي حاجات موجوده في الطغاه طبقت بعد كده في الايام الحاليه. هتشوف دلوقتي ازاي دول بيتصنعوا او ازاي بيتكونوا. السلسله دي مبنيه على الدكتاتور بيرويها بيتر دينكلاج، اللي هو ترشح ل 9 جوائز ايمي وفاز ب4 منها، وفاز كمان بجائزة جولدن جلوب. فهو اللي بيروي هذه السلسله، عفوا بيروي هذه السلسله الوثائقيه. الحقيقه وهو بيرويها قدم ليها تقدمه تنطبق عليا وعليك وعلى المجتمع وعلى الناس. بيتكلم انه الجميع يريد القوه المطلقه لتحويل المجتمع حسب رغبته، وبيشرع في شرح كيف يمكن الحصول على هذه القوه واستدامتها. تستمر سلسلة الوثائق في تحليل السير الذاتية للديكتاتوريين التاريخيين زي أدولف هتلر، جوزيف ستالين، ماو تسي تونغ، معمر القذافي، كيم إيل سونغ، وعيدي أمين، وصدام حسين. تبدأ السلسلة الوثائقية بتاعت نتفليكس، ويعني لازم تشوفوها، بجملة: القوى المطلقة تعلم أنك تريد ذلك، لكن فقط لا تعرف كيفية الحصول عليها. أنا أعلم، فهناك كتاب حيل، سلسلة من الأساليب التي يستخدمها الطغاة الأكثر شهرة في التاريخ لتحقيق قوة لا يمكن تصورها، كل بطريقته الفريدة. أنتج المسلسل ديفيد جينسبيرج وجيك لوفر ويونس بيل باشت وبيتر دينكلاج وجونا بيخور. أحداث المسلسل مقسمة لست فصول عن الحيل اللي قام بها أركز يعني أكثر الناس
اللي أثروا أو ركزوا في مجتمعهم، وإزاي احتفظوا بسلطتهم، وإزاي تشبه أشهر طغاة العالم في اتباع نفس الأساليب من الوحشية والظلم. بيكشف المسلسل إنهم مش مرضى. الغريب ان أندرو سوليفان المعلق السياسي والمؤلف بيقول في بداية الفيلم الوثائقي ده انه البشر كمان مش بطبيعتهم دايما بمايلين للحرية، لا ده في اوقات كتير بيتحبوا انهم يتحكموا، بيحبوا انهم يكونوا الطاغية، بيحبوا ان يكون الطاغية حواليهم، بيحبوا يألهوه، بيحبوا يعبدوه. وده بيفكرني بالقصة بتاعت بني اسرائيل. بني اسرائيل لما اتحرروا من الطاغية راحوا عبدوا العجل، يعني عبادة لعبادة، كانوا بيعبدوا طاغية عبدوا عجل. فبرضو جهل الشعوب او اختيارات الشعوب بتخليها في اوقات كتير تختار المسألة دي او الموضوع ده انها تميل الى انها تبقى مستعبدة. فدي قاعدة، ان انت تعيش في وقت عصيب في جاذبية لشخص يظهر يقول لك انا وحدي انا استطيع اصلاح كل شيء، اللي هو الدكتاتور اللي يقدر يقنع شعبه بانه الملاذ الامن الوحيد ليهم، وانه يحقق لهم كل حاجه، المن والسلوى، وهيديهم كل حاجه. اصبر عليا شويه، ست شهور، سنتين، وبكره تشوفوا هعمل ايه. مساله اقناع الشعوب مش الدكتاتور بس انه يقتنع، لا ده بيقدر يقنع الشعب بده كمان. المهم الفيلم الوثائقي بيقول انه لازم الدكتاتور ده يخلق ليهم عدو وهمي، يعمل لهم عدو وهمي يصنعه بنفسه او يشارك في صناعته، او يجيب العدو ده ويتفق معاه انهم يخططوا لحاجه معينه مع بعض، وبعد كده يدمره بنفسه، ويقول انه الوحيد القادر على القضاء على الارهاب، القضاء على الخوف، القضاء على اجتياح البيوت، القضاء على دوله اخرى بتعاديك، القضاء على الامراض، هو اللي بيقدر يصنع عدو ليه. الشخصيه الاولى اللي في العمل هي من ضمنها الشخصيات دي ادولف هتلر. ادولف هتلر بيحكي المسلسل كيف تحول هتلر من جندي في الحرب العالمية الأولى ورسام فاشل إلى طاغية وحاكم لدولة زي ألمانيا، وبيحكي عن الدور اللي قام بيه. كمان بيحكي عن دور القذافي. القذافي شوف الصورة هنا، إنه أنا ملك ملوك أفريقيا، أنا اللي ما حصلتش، أنا اللي ما فيش زي أبدا، وأقدر يعني أخلق لكم اللي ما حصلتش في العالم. الشخصية الثانية المهمة اللي بيتكلم عنها هذا العمل الوثائقي بتاع نتفليكس هي شخصية صدام حسين. بيتكلم عن نسف المنافسين، انه ازاي صدام قدر يقضي على الجميع، وقدر يقتل او يعتقل او يخفي اي حد يفكر يشاركه في السلطة. كان هذا الشخص قريبه، ابن عمه، من عيلته. شخصية صدام حسين كانت شخصية آثرة، كانت شخصية طبعا بغض النظر عن موقفه المحترم والعظيم في المحكمة، لكنه غزا دولة عربية، ولكنه كان دكتاتورا وساهم في الاستبداد وقتل أعداد من شعبه. ويجب أن تقتنع بذلك. في فرق بين موقفه وأنه أمريكا احتلت العراق وده احتلال أمريكي، وسقوط بغداد اللي أحزننا كلنا، وبين أن صدام قتل شعبه وأنه كان دكتاتور ومستبد. هنا الصورة بتاعت صدام بالسيجار من الصور المهمة لي. الشخصية التالتة اللي بيتكلم عليها هذا العمل هي شخصية عيدي أمين. عيدي أمين طبعا كان حاكم دكتاتور مستبد، ومن أفضل الحاجات اللي اتعملت عنه في هوليوود فيلم عمله فورست ووتكر اسمه The Last King of Scotland. هذا الفيلم رائع، وحتى كان بيوصف عيدي أمين إنه آكل لحوم البشر، ولما بيأسره الدكتورة والطبيب الأمريكي اللي بيجي عنده يعالج زوجته، فبيقول له يعني أنت سمعت عني إيه إن أنا باكل لحوم البشر. ده الأفيش بتاع الفيلم بتاع عيدي أمين، لازم تشوفوه بصراحة لأنه فيلم بديع وفيلم عظيم، فيلم مهم جدا. وطبعا عيدي أمين حكم شعبه من خلال العنف والإرهاب والتشدد، أنه كان عيدي أمين شايف أنه أفضل وسيلة أنه هو يحكم بها شعبه أنه يستبد، أنه يمارس الإرهاب عليهم، يمارس الطغيان، يخلق عدو. انتهى بعيدي أمين الحال بالموت في المملكة العربية السعودية، عاش هناك آخر أيامه ومات هناك. المسألة دي بتكشف برضو انه الحكم تقدر تحكم من خلال اخفاء الحقائق، او من خلال تقدم للشعب بتاعك مجموعة من الحقائق وتخفيها عنه، انك
زي جوزيف ستالين كيف سيطر على الاتحاد السوفيتي؟ يجيب حقيقة صغيرة يبني عليها مجموعة أكاذيب، مجموعة أوهام، يخلقها العدو، يخلقها لشعبه، يصدقها هو أولا ويطبقها بعد ذلك، ومن خلال ده قدر يحكم الاتحاد السوفيتي. من الشخصيات المهمة كيم إيل سونج، ده مؤسس كوريا الشمالية، دي صورة ليه، هو ابنه الحاكم الحالي الموجود. طبعا كان بيمارس كيم إيل سونج الحقيقة إنه يعني مات سنة 1994، كان نموذج غريب من الاستبداد، أعلن نفسه إله هو وعيلته وإنهم يحكموا مدى الحياة، وقال إنه يعني ما يقدرش يعيش من غير هذا الاستبداد وهذه الدكتاتورية وهذه الألوهية. الحقيقة أنا عايز أختم معاك بشخصية غريبة أنت مش هتصدقها ومش هتستوعبها. تعرف إن في حاكم كمان قال لشعبه إنه عنده علاج لفيروس سي والإيدز؟ تعرف مين هو ده؟ مين؟ لا مش هو. قال لهم أنا هعالجكم ودشن حملات لفيروس سي والإيدز وكده، وعمل حملات عشان يبقى هو رئيس ويساهم في حماية شعبه، يعني ينقذ العالم. مين هو؟ لا مش هو، ولا عبد العاطي كفتة. تخيلني في جنوب أفريقيا، اقرأ شوف العمل وثائقي اللي عاملاه نتفليكس، هتكتشف ان حتى الفكره اللي عملها عبد العاطي في مصر عن فيروس سي والايدز هي مسروقه. يعني الفكره الوهميه المكذوبه فكره مسروقه اساسا، مسروقه من ديكتاتور تاني او مستبد تاني. انا صعقت لما شفت الفيلم وجايب الحاكم ده وجايب الشخصيه دي وبيقنع شعبه ويقول لهم انا عندي علاج لفيروس سي والايدز، اكتشفت ان الطغاة كلهم للاسف طوبه واحده وطينه واحده، وانه ما بيتغيروش، يعني هم الطغاة. Needless to say, it did not. President Yahya Jammeh of Gambia reportedly forced thousands of people with HIV to refuse traditional treatments in favor of his own personal remedy that he claimed could eradicate the virus within 3 days. Needless to say, it did not. President Yahya Jammeh.